هذا الفيديو الأخير في الدرس ديال الجداء السلمي. سابعا، المعادلة ولا التمثيل البارا متري لمستقيم. والمستقيم باش يكون معرف، ماشي مستوى، المستقيم تيكون معرف باش متجهة موجهة، متموجهة الموجهة هي اللي تكون غادية معاه، يعني في نفس الخط. ونقطة هادي هي باش يكون معرف المستقيم، أما المستوى تيكون معرف بمتجهة منظمية. ونقطة، تمثيل بارامتريتيك تكتب مثلا على هاد الشكل هدا، تنديرو هنا إكس إيكغيك زد، غير هو تكتب واحد الجملة لتكن إي ذات الإحداثيات أ بي سي والمار من النقطة أ. تنكتبو المتجهية، تنكتبو النقطة هي الأولى إكس أ إيكغيك أ زد أ زائد المتجهية الموجهة أ تي بي تي سي تي، بحيث تي ينتمي إلى هذا هو التمثيل البارامتري. مثال، المستقيم دي معرف بالمتجهة الموجهة في ذات الإحداثية جوج ثلاثة أربعة، والنقطة بي واحد صفر خمسة. شنو غادي نديرو هنايا؟ هذا مستقيم دي إكس إيكغيك زد، تنديرو إكس أ ديما النقطة هي الأولى، إكس بي إيكغيك بي زد، دير بي زائد أ متجه الموجه أ تي بي تي زائد سي تي، بحيث تي ينتمي إلى آر، تنجي هنا وتنعوض بي شحال عندها اللحق، واحد زائد جوج تي إيكغيك، ما كايناش بي يعني زيرو، يعني بلا ما نكتبها نكتبو ثلاثة تي زد هي خمسة زائد ربعة تي، بحيث تي ينتمي إلى آر. الفقرة الثامنة هي الأوضاع النسبية. الأوضاع النسبية تكون ما بين مستقيم أو مستوى. المستقيم دي باش معرف، معرف بي في او اي، والمستوى بي معرف ب ان، وكيلون معرف ب ان بريم. مثلا الى كان بي و دي متعامدان، غتشوف كل المستقيم ديالو كل المتجهه ديالو شنو. مثال، المستوى هو ايدي مثلا بحال هكا، والمستقيم هو هذا السيلو هذا، قلنا متعامدين. يعني شنو هي المتجهه الموجهه ديال هذا المستقيم هذا؟ تتكون معاه، يعني هي هذه النيتن. واشنو تتجي المنظميه ديال هذا؟ كي غيكون الا لاحظتوا بحال بحال، يعني بحال متوازين، يعني تيتسموا مستقيميتين. هنا يعني غتقول بي ديالها هي ان، يعني ان و اي مستقيميتين الا كانوا بحال بحال، يعني راه هي متوازين تقولوا مستقيمية تين. غنشوفوا إلا كان ما بين بي و دي متوازيان، كي غيكونوا المتجهات ديالهم. هذا هو المستوى مثلا، وهذا هو السيلو. يعني شنو هي المتجهة الموجهة ديال السيلو؟ هو هذا النيت. وشنو هي المتجهة المنظمية؟ هي هذا، يعني المتجهة المنظمية والموجهة كي دايرين لاحظتوا بحال متعامدين ياك، يعني غتكون ان سكالير اي ايتيكال زيرو. قلت لكم الا كان التعامد تنقولوا سكالير يساوي زيرو. دابا دوينا على مستقيم ومستوى، دابا غندوي على مستويين. اذا كان مستوى بي وكيلون متعامدا، شوف الا كان من نفس الصنف، يعني مستوى مستوى، راه نفس الحاله تكون عند المتجهات، يعني المنظميه ديال هذا راه غتكون عموديه على المنظميه ديال العكس ديال المستقيم. يعني اش قلنا غتكون هنايا، يعني ان غتكون متعامده مع هذا، حقاش الا كانوا نفس الصنف، يعني مستوى مستوى، غتكون نفس الحاله متعامدين، يعني راه متعامدين. التعامد هو سكالير تساوي زيرو. الا كانوا متوازين،
التوازي هو مستقيمتين، يعني ان وان بريم مستقيمتين، يعني هي متوازي. الفقرة الأخيرة هي تاسعا مسافة نقطة عن مستوى، عافاكم هذه كل شيء ركز فيها مزيان راه مهمة بزاف. المستوى غيكون بحال الشكل، كيفاش تكتب معادلة ديالو، وغناخذ النقطة هي هذه إكس أ إيكغريك أ زد أ، مسافة غنكتبها فرونسية دي أ عن المستوى بي بحال هكا. غندير القيمة المطلقة هاد المعادلة ديال المستوى اللي شتوها غتكتبها كيف ما هي، غير هي إكس و إيكغريك و زد غتعوضهم ب أ، غتولي أ إكس أ زائد بي إيكغريك أ زائد سي زد أ، وغتكتبو على المتجهة المنظمية. فين المتجهة المنظمية؟ هادي راه غير نقطة أكثرية تيمشي غلط فيها، هما هادو أ و بي و سي، المنظم ديالهم هو هذا أ أو كاري بي أو كاري زائد سي أو كاري. مثال الأول، مثلا بي هو هذا 3 إكس زائد 4 إيكغريك زائد 5 زد زائد 7 تتساوي صفر، والنقطة اللي غنديرو على المستوى هي بي مثلا جوج واحد ثلاثة، المسافة ديالها هي هادي دي بي عن المستقيم بي. غنجي هنا غنكتبو بعدا هاديك القيمة المطلقة ضروري، ثلاثة النقطة إكس بي، أربعة إيكغريك ديال بي زائد خمسة زائد ديال بي زائد سبعة على المتجه المنظمي. المتجه المنظمي ماشي هي هادي، هي اللي تتكون مع المستقيم، هادي راه نقطة، يعني جدا مربع ثلاثة أو كاري أربعة أو كاري خمسة أو كاري. غنجي غنعوض دابا هادي ثلاثة في إكس بي هي جوج زائد أربعة في إكراك بي هي واحد زائد خمسة زائد ديال بي هي ثلاثة زائد سبعة على تسعود زائد أربعة زائد خمسة وعشرين. أمشي نحسب هنا يا تسعود ثلاثة أو كاري هي تسعود، أربعة أو كاري هي ستاش. أربعة أو كاري راه هي 16. غنجي نحسب دابا القيمة المطلقة، ديما خلي القيمة المطلقة راه ممكن يكون سالب غيولي موجب، 3 في 2 هي 6 زائد 4 زائد 15 زائد 7 على جذر مربع، 9 زائد 16 هي 25 و 25 هي 50، 6 زائد 4 هي 10، 10 و 15 هي 25، 25 و 7 32، القيمة المطلقة ديال 32 هي 32، جذر مربع 50 هو 5 جذر 2 والجذر خاصو يطلع الفوق غتولي هي 32 على 10 جذر 2، وغادي نختزلو هنايا بجوج غتبقى 16 على 5 جذر مربع 2. نزيدو مثال آخر، المثال الثاني، مثلا المستوى كيلو ناقص جوج إكس زائد ثلاثة إيكغريك زائد خمسة زد ناقص 14 تساوي صفر، والنقطة أ ذات الإحداثيات واحد جوج ثلاثة. قالك حسب لي المسافة النقطة أ عن المستوى كيلو، القيمة المطلقة ناقص جوج إكس أ زائد ثلاثة إيكغريك أ زائد خمسة زد أ ناقص 14 على المتجهة المنظمية هي اللي تتكون مع إكس وإيكغريك وزد، هي جذر مربع ناقص جوج أو كاري زائد ثلاثة أو كاري زائد خمسة أو كاري ناقص جوج غنضربها في إكس أ هي واحد زائد ثلاثة في إيكغريك أ هي جوج زائد خمسة في زد أ هي ثلاثة ناقص 14 على المتجهة المنظمية، ناقص جوج أو كاري هي أربعة، ثلاثة أو كاري تسعود، خمسة أو كاري خمسة وعشرين، ناقص جوج في واحد هي ناقص جوج زائد ستة زائد 15 ناقص 14، 4 زائد 9 13، 13 زائد 25 هي 38، ناقص 2 زائد 6 هي 4، 4 زائد 15 هي 19، 19 ناقص 14 هي 5، القيمة المطلقة ديال 5 هي 5، جذر مربع 38 ما غيبقاش لتحت غيولي الفوق هي 5 على 38، جذر مربع
38.